السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير. قبل شوي وقفت إنفينيتي قدامي وكان فيها ثنتين بنات ورا. وقفت هذه السيارة الإنفينيتي فيها ثنتين بنات ورا كشفين عن وجههم، في شوية ميك أب نازل الشعر، كشفين عن شيء من شعرهم طبعا. وقفوا قريب من الرصيف، كان في عامل نظافة، نزلت القزاز اتصدقت. طبعا هذا دلالة خير وإيمان موجود في قلوبهم، ودليل ان في حب لله وحب للرسول واهتمام بامر الاخره باذن الله سبحانه وتعالى. الكثير منا لو شاف مثل ذول البنات في سوق ولا في مكان عام، لو شافهم على هذه الهيئه كاشفه عن وجهها وميك اب وشعر، على طول حيبدا يتكلم، حيبدا يقذف، حيبدا يسيء الظن فيها، وانها وانها وانها. طبعا يا حبيبي تبرجها وذنبها ومعصيتها هذه ما يخوني انا وانت ان ندخل في عرضها ونتكلم عنها ونسيء الظن فيها. إنها تبرجت خلاص، يعني دليل إن الإيمان خرج من قلبها، وأنه والله قد يكون في قلبها من معاني الإيمان ما لا يعلمه إلا الرحمن سبحانه وتعالى. يكون خلل الظاهر مو دلالة على فساد في الباطن، قد يكون في الباطن معاني جميلة وعلاقة قوية بالله سبحانه وتعالى. ولا يفهم من كلامي هذا إني أنا قاعد أبرر لهم هذا التبرج وهذا الذنب العظيم وهذا الخطأ الكبير جدا، لا والله. اللي أنا أبغى أوصله من هذا الكلام إن إحنا في أكثر الأحيان للأسف نركز على أخطاء الناس وعلى ذنوبهم ومعاصيهم وننسى الجانب الحلو في حياتهم، وهذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى خطأ من أحد الصحابة على طول يذكر الناس بحسناته. كان في صحابي من الصحابة مبتلى بشرب الخمر، فكان كل شوية والثاني يتم به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحد ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات جاء هذا الصحابي شارب الخمر، جلد النبي صلى الله عليه وسلم فسب واحد من الصحابة وقال ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. نقلهم من الأمر السلبي الموجود عنده إلى الشيء العظيم الإيجابي اللي عنده. من أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة قال للصحابة اكتموا الخبر، لا أحد يقول إن احنا رايحين بنفتح مكة وقاعدين نجهز جيش. قام واحد من الصحابة شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، كتب كتاب وحطه في ظفيرة امرأة اسمه حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، فقال لهذه المرأة اذهبي بخطابي هذا وبكتابي هذا إلى قريش. فنزل الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأحد الصحابة أن يذهبوا ويدركوا هذه المرأة، اللي لحقوها في الطريق أخذوا من ظفيرتها الخطاب وجاءوا به للنبي. فجاءوا بالخطاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب بن أبي بلتع فقال: أنت فعلت هذا؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، أردت أن يكون لي يدا عند كفار قريش، يعني أبا كفار قريش لما نفتح مكة يدافع عن أهلي اللي موجودين في مكة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نقلهم من ذنبه العظيم إلى الخير العظيم اللي قدمه. في نهاية هذا الموضوع خلونا يا حبايبي نركز على إيجابيات الآخرين وحسناتهم أكثر من تركيزنا على سلبياتهم وسيئاتهم. يا أخواني قلنا من هدفنا من هذا الموضوع إن نركز على الإيجابيات والسلبيات، وأكثر الناس في الخاص ليش تطالع فيهم؟ ليش تنظر فيهم؟